سيناء أرض الفيروز شهدت العديد من المشروعات التنموية والخدمية باستثمارات بمليارات الجنيهات لخدمة أهالي سيناء في جميع المجالات، في مجالات الطرق والإسكان والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية والمباني الخدمية وتطوير المناطق العشوائية وإنارة القرى والتجمعات البدوية وإنشاء 6 أنفاق لخدمة تطوير وتنمية سيناء. في الإسماعيلية الجديدة، في المزارع السمكية، في محور قناة السويس، الأنفاق ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ولسه في حاجات تانية كمان هتتعمل، المينا الجديدة بتاعت بورسعيد الجديدة، شرق بورسعيد، وفي المشروعات الجديدة اللي شغال فيها الرئيس إن شاء الله. تعمل مدن جديدة للشباب ومدن زراعية للشباب. كما تم إنشاء مدينة رفح الجديدة، وتم الانتهاء من استصلاح وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 13680 فدان و350 صوبة زراعية وتوزيعها على أهالي سيناء. وانده على الحلوة كبيرة عالرملة لفريد منديلي. هي أكتر حاجة الأنفاق اللي بتاخد تغطية عالمية. أنا شايف إن أجمل مشروع اتعمل كتأمين مادي ومعنوي للمصريين هو البحيرات السمكية اللي اتعملت على حدود العريش، واللي كانت بالنسبة ليها معبر لكل من هو دخيل على مصر للإضرار بمصر ومصالح مصر. صوب زراعية طبعا كتير ومزارع سمكية. في طبعا قناة السويس الجديدة، مشروع اللوجستي اللي هناك ده يبقى كبير جدا. أي حاجة هتتعمل في سيناء هي فايدة لمصر، سواء بيت هيتبني، سواء مصنع هيتنشا، سواء إيراد أرض واحد هيتزرع، سواء بير هيتحفر، سواء سياحة هتشتغل، أي شيء من ده هو فايدة لمصر. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما اتكلمنا على كيفية استرتادنا لأرضنا الغالية سيناء، ازاي بقى هنقدر ننميها وايه المشروعات المتاحة فيها، وازاي ان احنا كمصريين نقدر ونفكر ان احنا نروح نستثمر في أرضنا قبل ما نكلم المستثمر الأجنبي ان هو يجي. بدأت القيادة السياسية تتكلم في ده، وحصل تنمية حقيقية في سيناء، بدأت بمجموعة من الأنفاق، بإنشاء قناة سويس جديدة، باستصلاح رقم كبير من الأراضي في سيناء. ده كله هنتكلم مع حضراتكم فيه مع ضيفنا وضيف حضراتكم. برحب بالكاتب الصحفي المحلي السياسي الأستاذ صلاح علاب. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بك. ومباشرة كده احنا طبعا عندنا اتكلمنا عن الشق التفاوضي والشق يعني الحربي لغاية ما استردنا أرضنا. في 2014 بدأنا مخطط قومي لتنمية سيناء، كان نفسنا يبدأ من زمان طبعا، لكن دايما كان في معوقات في السنوات اللي قبلها ان احنا نبدأ هذا المخطط. شايف حضرتك أبرز ملامح التنمية الموجودة في سيناء ايه علشان نطحر الإرهاب، وده اتجاه، واتجاه آخر هو التنمية والعمران وغيرها من المشروعات القومية. تمام. شوف حضرتك يا فندم، هو طبعا بداية انا يعني في كل مرة بتشرف بيها بظهوري في الإعلام الرسمي المصري لازم اسجل عظيم شرفي الحقيقة. الإعلام الرسمي المصري بنتحدث دايما عن الآمال المصرية والطموحات المصرية، نطرح المشكلات ونقدم ايضا العلاج، ولكن لا نغرق في البكائيات، ويعني لا نصيب المشاهدين بالإحباط وما إلى ذلك. لذلك أنا طبعا بسجل عظيم شرفي النهاردة، والشرف أكتر ليا أن أنا النهاردة بتكلم عن سيناء، أرض الفيروز أو تشريت، أو كما أطلق عليها يعني في الحضارة البابلية القديمة أنها بترمز إلى إله القمر عندهم. وعبادة إله القمر الحقيقة كانت من العبادات السائدة جدا في سيناء. فلما تقري تاريخ سيناء ووضعها في الحضارات القديمة تحس كده ان انت بتتكلم عن دلوعة العالم كله، دلوعة الدنيا. الناس كلها بتحبها، والناس كلها الحقيقة متعلقة بيها، والناس كلها ايضا عينيها عليها. ودايما سيناء هي مسرح العمليات ضد مصر دايما. لذلك انا احب اقول يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل سيناء وتنميتها واعمارها وما الى ذلك، احب اقول ان تغيير وجه التاريخ قد يكون اقرب، او هو بالفعل اقرب ما يكون الى المستحيل. فهل احنا فعلا جاهزين ان احنا نغير وجه التاريخ؟ هل عندنا العقيدة الكاملة والارادة الكاملة لتغيير وجه التاريخ في سيناء؟
اللي هنقوله عن سينا هو اللي هيوضح الجملة دي وهو اللي هيخلينا نجاوب على الجملة دي. حضرتك بتعتقد انه ممكن نغير وجه العالم من خلال التنمية اللي بتحدث في سيناء؟ من خلال التنمية. انا بقول ان تغيير وجه التاريخ زي ما قلت لحضرتك ان سيناء هي دائما الملعب وهي دائما المدخل اللي بتوجه اليه كافة المؤامرات الخارجية وكافة المؤامرات او اوجه الخيانة من الداخل. حقيقة سيناء دايما هي الملعب، هي المدخل لأي حد. يعني من زمان قوي، منذ طرد الهكسوس كانت هي مسرح العمليات بتاعتنا، في محاربة الصليبيين، في مقابلة التتار، في وقف حملاتهم ضدنا، كانت سيناء هي هذا الملعب. حفر قناة السويس، دماء المصريين وعرق المصريين جريت فيه قبل ما تجري المية. شهدت 56، شهدت 67، 73، مفاوضات طابة، كل هذه الأمور، كل هذه هي وجه التاريخ. فهل احنا النهاردة هنقدر نغير وجه التاريخ فعلا بالتنمية الحقيقية وبالإعمار الحقيقي وبالمشروعات الحقيقية؟ صحيح، هو ده السؤال. يعني النهاردة يعني خليني أتكلم على المشروع اللي دشنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رصد 150 مليار جنيه لتنمية سينا دي في المرحلة الأولى، وطبعا ده بجانب تطهير سينا من بؤر الإرهابية. طبعا. شفت ازاي المشروع ده وحجم الحقيقة الاتصالات اليومية تقريبا ما بين القيادة السياسية وما بين كل القائمين على تنمية سينا في هذا المجال؟ شوف سيادتك، هي الحقيقة ان سيناء من البقاع المصرية او من الاراضي المصرية اللي فيها كمية موارد غير طبيعية. سيناء حقيقة تصلح لأن تكون نواة حقيقية لحضارة حقيقية فعلا تقوم على أرض مصر. المشروعات التنموية، أولا سيناء فيها حوالي 4700 فدان جاهزين للزراعة وصالحين للزراعة، منهم 165 ألف فدان جاهزين تماما للزراعة من مية الأمطار والسيول. ودي حاجة كويسة جدا، لأن سيناء الحقيقة في الأصل هي منطقة شبه جافة تعتمد اساسا اما على الامطار والسيول، ودي موجوده بس في منطقه شمال سيناء، او على الابار. نعم. الابار موجوده حوالي 1000 بئر ما بين بئر حكومي او بئر اهلي، هي اللي بتقوم عليهم الزراعه والتنميه الزراعيه. حقيقه التنميه الزراعيه طبعا هي اهمها، وعلى يعني على مقدمتها زراعه النخيل. سيناء فيها حوالي 3/4 مليون نخله، وطبعا في المشروع دلوقتي اللي او يعني الطرح اللي طرحه سيادة الرئيس دلوقتي عشان يكونوا مليون بالإضافة للتلات أرباع مليون الموجودين. بالفعل هناك إرغام، وهناك يعني مش أقول إرغام ولكن إلزام لأصحاب المشروعات هناك إنه لازم يصنع أو لازم يزرع كمية معينة من النخيل، ويكون دايما هناك شتلات يعني للفسائل والخاصة بالنخل، لأن طبعا إنتاج البلح هناك في سيناء بيساعد جدا. أولا بيدخل طبعا أولا التمر هو نفسه كبلح، الاستهلاك الخاص، الاستهلاك استهلاكه او تناوله بشكل غذائي، بيستخدم طبعا في استخراج منه السكر. مخلفات السكر دي بتستخدم احيانا كوقود بديل للنفط. يعني الحقيقه ايضا هناك بعض المساحات التي تصلح لزراعه القمح والحبوب والشعير، طبعا كلها من السلع المهمه جدا ومن السلع الاساسيه لينا. والحقيقه ان في مشروع تقدم بيه واحد يعني مخترع مصري اسمه علي محمد ابراهيم عاشور، وهو مركب كيميائي اسمه جور 19. جور 19 دوت لو اضيف لفدان قمح تتضاعف القيمة الانتاجية لي ل100%، يزيد 100%، وبتزيد 30%، وبتزيد عدد حبات في السنبلة الواحدة ل100%، يعني بتتضاعف ل100%. فالحقيقة يعني المشروعات التنموية هناك والزراعية على رأس. خلينا نفكر الناس استاذ صلاح بداية المشروع القومي لتنمية سيناء، واللي أنا قلت لحضرتك عليه بتكلفة 150 مليار جنيه، ده بيشمل إنشاء مدن سكنية وبتعمل عليها القوات المسلحة مع الشركات الوطنية طبعا ل 77,237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء، وده هيكون قبل العام المقبل بإذن الله. هيتم كمان الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتصميمات الخاصة بتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10,000 وحدة سكنية و 400,000 منزل بدوي ومنطقة خدمات، وطبعا جاري إزالة المنشآت طبعا في المنطقة اللي بيتم إنشاء المدينة، مدينة رفح الجديدة فيها، وده بالتأكيد
هيكون جزء مهم جدا من عملية التنموية هناك. كمان هيكون عندنا انتهاء المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة بإجمالي 12244 وحدة سكنية، وده بنسبة تنفيذ 72% من المحاور. الحقيقة يعني لما نتكلم في السنوات القليلة والطفرة اللي حصلت من هذا البناء الضخم، لا هو في رسالة بقى فضلوا مصريين سينا بقت جاهزة النهاردة لاستقبالكم ولاستقبال التنمية. علشان كده عاوز حضرتك تقيم يعني مشروعات الأنفاق، لأن احنا عايزين نعمل تنمية زراعية اللي حضرتك ذكرتها وتنمية سكنية وتجمعات بدوية إلى جانب تجمعات سكان، لازم يكون في سهولة انتقال من الوادي والدلتا علشان السكان دول ينتقلوا إلى سيناء. نعم. رأيك في هذه المشروعات ومشروعات طرق السكك الحديد اللي هتكون موجودة؟ شوف يا فندم، الحاجات دي كلها طبعا هي لربط سيناء، ربط حقيقي بمصر وبالأرض المصرية وبالعاصمة. أنا اتكلمت الحقيقة دلوقتي وتعمدت أن أنا أتكلم أولا عن الإنتاج الزراعي. فعلا الثروة السمكية عندنا بحيرة البرولس مثلا تنتج حوالي 4800 طن سنويا من الأسماك، وهي الحقيقة يعني بيئة نظيفة جدا وخالية تماما من التلوث. اللي أنا عايز أقوله، إحنا سردنا دلوقتي الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني أيضا من الجمال والماعز والغنم وكل ما يعيش في الصحراء، ولكن أنا عايز أتوج كل الكلام ده بإنشاء المناطق السكنية وبإنشاء التجمعات السكنية. يا فندم، أكبر حماية لهذا لهذه الأرض هي الإنسان المصري نفسه. صحيح. إن إحنا نزرع الإنسان المصري نفسه جوه، هو القادر على حمايتها، هو اللي عارف قيمتها كويس، وهو اللي تعلق بيها الحقيقة، هو اللي فاهم قيمتها. أنا بأيد كلام حضرتك طبعاً، بأيد كلام حضرتك جداً، لأنه الجزئية الأهم إن إحنا ما زلنا نذكر بالأجيال القادمة قد ايه الارض غاليه علينا، وقد ايه حصل تضحيات كبيره جدا من المصريين عشان تعود سينا كامله بجد لينا، وان احنا النهارده نعمل فيها تنميه. للاسف وقتنا خلص مع حضرتك، نعتذر طبعا. شكرا. ونورتنا وشكرا جزيلا لوجودك. كل سنه وكل المصريين بالف خير يا رب. شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب دايما مصر في اعياد ومحتفظه في القلب منها بسينا، مش بس في قلب الوطن ولكن في قلب وعقل كل واحد فينا. الى اللقاء. مداد 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 مدد 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 شدي حيلك يا بلد، مدد 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 شدي حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. مدد 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 بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير راجع لأحضان الصحاب. الحضن يم الشوق حرير يلي فتحتي ألف باب، يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات يشرع في بحر بينفراد. مدد 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 مدد